السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من مطبخ ام ريسلان مع وصفه جديده اليوم اللي هي كريم ديسير بالكونديا. وصفه اقتصاديه وبنينه في نفس الوقت. واش نحتاجو؟ نبداو بسم الله. عندنا 3 علب من كوندي شوكو كما راكم تشوفوا، كونديا تاع الشوكولا، ونحتاجو قطع من الشوكولا سوداء نوار ولا النوع اللي تحبوه، يعني تاع الحليب ولا اللي متوفر عندكم، تقدروا تستغناو عليها بما انه الكونديا هنايا راهي بذوق الشوكولا. وحوالي ملعقه ونص كبيره تاع النشا حتى الملعقتين. هنايا ما تقولوش راهي تخدم بالكونديا وتقول لنا راهي مكلفه، يعني هنايا تقدري تستغناي على الكونديا وتعوضيها بالحليب، تكفي انك ديري الحليب وتزيدي معها مغرف تاع كاكاو، ولا حتى ما ديريش الكاكاو، شوكولا نوار تافي بالغرض. هنايا كما راكم تشوفوا ما استعملتش السكر في هذه الوصفه بما انه الكونديا حلوه والشوكولا حلوه، ما تستدعيش الامر انك ديري السكر في هذه الوصفه. نبداو بسم الله. جيبوا اناء نبدا نفرغ الكونديا ولا الحليب. هنا قبل ما نكمل الخليط كامل، قبل ما نفرغ الكونديا كامل، راح ندير قبل النشا نحاول نحلها في شويه تاع الحليب باه ما تتعبنيش من بعد. هكا ونحلها قبل. هنا تقدري حتى تستعملي غير الكونديا والنشا وتحوليها الكريم ديسير، تحفة يعني، بنتها روعة. لكن انا حبيت نزيد لها الشوكولا نوار. نكمل كمية تاع الحليب اللي بقات لي. هنا راح نخلي شويه باش نطلع بها لا شونتيين، بعدا نزين بها، نديرها للتزيين وندير الشوكولا تاعي. هكا ونحطها فوق النار، كي نشوفها بدات تعقد نطفي عليها ونفرغها في الكؤوس. هنا على النار كما قلت لكم نقعد نحرك باش من النشا هذاك ما يتكتلليش لتحتا وتفزد لي الخلطه تاعي. هنا كيما قلت لكم اللي تحب شويه مراره ولا تحب اللون الاسود تزيد لها مغرف صغيره ولا كبيره تاع الكاكاو. ما تقويش عليها النار. ها هنا كيما راكم تشوفوا راهي اختارت، هذا الحليب هذا اختار، راح نطفي عليه. نجيب الكؤوس اللي راح نفرغ فيهم ونبدا نعمرهم. هاوليك هذوك الزوج علب ونص تاع الكونديا، خرجت لي 3 تاع الاكواب كما راكم تشوفوا. هاوليك هذا الكوب الثالث اللي قاعد لي كنت لوحتو في هذا الكوب الثالث، يعني لو كان ديريهم في 3 يخرجوا لك 4 اكواب. راح نحطهم في الفريجيدار. هنايا ما تحطيهمش في الثلاجه حتى يبردوا، كي يبردوا حطيهم باش ما تفسديش الثلاجه تاعك بما انهم سخونين بزاف. وثاني جيبي الفيلم اليمونتير وغطيهم باش ما يهزولكش الريحه وما يديرولكش هذيك الطبقه.
هذيك التحليه تاعنا وجدت كيما شتو، حطيتها في الثلاجه بردت مليح، وهذاك اللي كنت خليته من الكونديا، هذاك شويه تاع الحليب اللي كنت خليته طلعت به لا شونتي وزينت بها كيما راكم تشوفوا، وزينت من فوق بلاصاص كراميل. هاي ليك، راح نحيلكم شويه تشوفوها. هاي ليك، هذه هي التحليه تاعنا تاع اليوم. اللي عجبتها تحليتنا لليوم والطريقه والوصفه ما عليها غير ديرها من فيديو اشتراك للقناه، والى اللقاء مع وصفات وفيديوهات جدد ان شاء الله.